أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونشرك في هذا الحوار ست ميسون الدملوجي من بغداد. مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا أخي الكريم. أهلا بك. طبعا معنا الأساتذة وهم خبراء في مجال السياسة العراقية والدولية، سألناهم عن كثير من الملفات، ولكن بودنا أن نسأل حضرتك عن اليوم سير العملية الانتخابية، هل ربما هي مؤشر لما سيكون في انتخابات العامة يوم السبت القادم؟ هل أنتم راضون؟ شوف، هل نحن راضون؟ بالتأكيد نحن نسعى لأن تكون انتخابات نزيهة بالكامل. هناك تخوف بشكل خاص من انتخابات الخارج، ذلك أنها ما زالت تعتمد على العدوى والفرز اليدوي، ومنذ البداية قيل لنا أن هناك من اتفق مع مدراء المراكز لشراء أصوات من هذه البلدان. ننتظر النتيجة لنرى. سمعنا يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود احتجاجات في بعض المراكز الانتخابية في دول الجوار. نتمنى أن لا يحدث هذا وأن يكون هناك تحقيق حقيقي فيما حدث، ويعني سوى هذا نحن نطمح إلى الأحسن، نطمح بأن تكون الانتخابات هي حقيقة مرآة تعكس إرادة الشعب العراقي. ست ميسون، أنا انتخبت وهكذا البيع والشراء. ست ميسون، أنا انتخبت، ما أحد دفع لي فلوس. ما حد دفع لك؟ لا. فلوس؟ لا لا، مو هذا، مو يدفعوا لك. إلك ما نسمعه أنه اتفاق مع مدير المركز، مثلا جنابك بالأردن، خلينا نقول 100,000 ناخب يوجد في الأردن، ويصوتون 20-30,000 ناخب. اللعب يصير بقية 70,000 ناخب الذين لم يصوتوا. لا، ما حد قال أنه دفعت أموال لمن صوت، لكن نحن نخشى أن يكون هناك لعب في بعض المراكز الانتخابية بما تبقى من الأصوات لمن لم يصوت. يعني ما أدري إذا نعم. الفكرة نعم، وصلت الفكرة. يعني أتمنى أن لا يكون هذا صحيحا، أتمنى أن لا يكون هذا صحيحا، وعلينا يعني كل الكتل لديها مراقبون في مراكز الانتخابات بالخارج، نتمنى أن يكون هناك تطابق بين أعداد المصوتين والأعداد التي تخرج إلى يعني يعلن عنها. إذا كانت هناك فروق كبيرة وواضحة معناته هناك تلاعب. يعني إن شاء الله لا نرى هذا الأمر. ساعات يعني تفصلنا عن الصمت الانتخابي، استعدادات ائتلاف الوطنية، يعني بالتأكيد هناك مجسات في كل أنحاء العراق وتصلكم الأخبار، ما هو الوضع العام؟ الحمد لله وضعنا جيد. أنت قلت ساعات، تفضلت أنه ساعات للصمت الانتخابي، لهذا سأستغل فرصة وجودي معكم في الهواء وأقول أنا في ائتلاف الوطنية قائمة رقم 185 وتسلسلي 4، إذا سمحت لي أن أستغلها قبل الصمت الإعلامي. نعم، استعداداتنا جيدة، لدينا مراقبون في مختلف دول العالم، مراقبون في الداخل في أغلب المحطات، لا سيما في بغداد. يعني وضعنا، لدينا جمهورنا بالتأكيد وسيصوت لنا إن شاء الله، ونسعى إلى أن نحث الناس على المشاركة بالانتخابات. كلما كانت هناك مقاطعة، نحن لدينا في عام 2005 كانت مقاطعة لمحافظات معينة، ما زالت إلى يومنا هذا تدفع ثمن مقاطعتها. المقاطعة ليست الحل، ليس أمامنا وسيلة للتغيير إلا بواسطة صناديق الاقتراع. وحقيقة الحاجة إلى التغيير كبيرة وضرورية، وهي معركة طويلة الأمد. يعني مو واحد يقول أنا صوتت قبل كذا سنة وبعد ما صوت، هذا غير صحيح. معركة، هذه معركة وجود حقيقة، معركة مجتمع بأكمله، ونتمنى على الجميع أن يشارك في هذه الانتخابات لكي لا نترك الأبواب مفتوحة للفاسدين يعني مرة أخرى يأخذون زمام الأمور. نعم، دعيني يعني في هذا الحوار أشرك يعني ضيوفي في الاستوديو أيضا للحديث عن الانتخابات. دكتور منقذ، هل تعتقد من أنه الذين يحملون فكر علماني، لا نقول علماني لأنه المجتمع، يعني الذين يحملون فكر مدني بعيدا عن المسميات الجديدة، كل أصبح مدني، هل تعتقد أنه سيكون لهم حظوظ في الانتخابات القادمة؟
أولا أنا لا أخشى من استخدام كلمة علماني، وأفتخر أنه أنا علماني رغم أني أؤدي كل واجباتي الدينية بهذا. العلمانية بالعكس هي وسام، احنا نستخدمهم ألطف مدني تمشي. المدني هو ليس علماني، يعني ليس بالضرورة علماني، المدني يقابل العسكري ترى بالمناسبة، والآن هذا يستخدم المصطلح، يعني أكو خلط بالمصطلحات عموما، ليس هذا هو بيت القصيد. أعتقد الآن العلمانيين ككتلة لحالها لا يتمتعون بحظوظ كبيرة، لكن مع اندماجهم بالكتل واختلاطهم بالكتل الأخرى بالذات الكتل الإسلامية أو الكتل الأخرى القوية، وخلق هذا ما يسمى أو ما أسميته أنا في دراستي السابقة بالكتل المختلطة، هذه الكتل المختلطة هي صاحبة الحظوة. وبالتالي بالتأكيد سيكون الصوت العلماني أعلى من ما سبق، وسيكون الصوت الإسلاموي أقل من ما سبق. قد هذا لا يعني أنه لن يكون هناك صوت إسلاموي، لكنه سيكون أقل تأثيرا مما سبق. والدليل هو مو فقط في الانتخابات، الدليل في تشكيل عملية تشكيل التحالفات. أنت الآن تفحص كل الخارطة الانتخابية، لن تجد إلا نادر من استخدم أو أبقى كلمة الإسلامي في، يعني شوف المجلس الأعلى ماكو بعد المجلس الأعلى، التيار الحكمة، حزب الدعوة ما موجود، حزب الدعوة الإسلامي، الحزب الإسلامي انضوى تحت مسمى آخر وأعلن أنه ما يشارك. الكل الآن يحاول يتبرأ من الإسلاموية، لأنهم يعرفون أن الشارع ما عاد يتقبل هذا الخطاب الذي يغطى بالإسلام وباطنه الطائفية. هذه أيضا هي إشكالية دكتور غازي، ما هي أيضا إشكالية أنه هو غير الاسم ودخل في قوائم أخرى، لكن النهج، هل تتصور من أنه يعني الذي يسلك نهج الدولة المدنية هو صاحب الحظوة، أم أنهم ما زالت الأحزاب والناس تنتخب على أساس ديني يعني أو قومي أو هذه الأمور التي أثرت؟ هناك أحزاب مدنية، هناك حركات مدنية أو تنظيمات مدنية موجودة، نعم تأثيرها قد لا يكون كبير أو بنفس الدرجة بالنسبة للأحزاب الدينية، لكن موجودة هذه الحركات وهذه الأحزاب. ما يتعلق بعدد من الحركات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية اللي غيرت اسمها، أعتقد هذا لن يغير من جوهر الأشياء. يعني مثل ما شفنا مثلا في المغرب الحزب الإخوان المسلمين يظهر لنا بحزب العدالة والتنمية، بتونس حزب النهضة اللي هو أيضا إخوان مسلمين، تركيا العدالة والتنمية، وهكذا. تغيير الاسم لا يغير من جوهر الأفكار والاستراتيجيات السياسية ورؤيتهم للنظام السياسي ورؤيتهم للعمل الإقليمي والعمل العالمي. نفس الشيء اليوم، هي نفس الشخصيات، نفس الشخوص، نفس الوجوه اللي تعامل معها الشعب العراقي والرأي العام ورفض هذه الوجوه، فعل السياسات الفساد المالي الإداري أو غيرها، أو فعل النهج اللي اعتمدتها هذه الأحزاب. إذن اليوم هو هناك رفض لهذه الشخوص أولا، ورفض أيضا للمنهج وللسياسات اللي اتبعتها هذه الشخصيات وهذه الأحزاب اللي هي تسمي نفسها إسلامية. فعندما انتقلت إلى أحزاب أخذت اسم أو مسمى مدني، فهذا لن يغير شيء أعتقد من بخصوص إحساس المواطن أو اتجاهات الرأي العام أو اتجاهات التصويت اللي ممكن تصير، يعني بالنسبة للنخب ما نسميها سوسيولوجيا الانتخابات، أعتقد ستبقى بنفس الاتجاه باستثناء الضغوط اللي تحدثنا عنها في البداية واللي تبقى تشكل عامل لتهديد العملية الديمقراطية. ست ميسون الدملوجي، طبعا نذكر أيضا يعني تضامنا مع ست ميسون رقم 4 عن ائتلاف الوطنية. ست ميسون يعني الآن، شكرا، عفوا، الآن أصبحت لكم فرصة ربما تطمحون إلى رئاسة الوزراء، لأنه يعني حسب تصريح علي أكبر ولايتي الذي قرر منع وصول الليبراليين إلى رئاسة الوزراء، لأن إيران حائرة بنفسها، يعني فهناك أمل لكم للحصول على رئاسة الوزراء.
هل كوادركم الآن في جميع المراكز، ذكرت من أنه هناك عدد، لماذا تخشون من التزوير ولديكم يعني شخصيات بارزة جدا في ائتلاف الوطنية، لديكم أعداد كبيرة جدا من المراقبين، كان هناك اجتماع مع المفوضية، سيد رئيس القائمة ورئيس مجلس النواب الذي هو في قائمتكم أيضا كان اجتماع مع المفوضية، لماذا التخوف من التزوير؟ شكرا أخي الكريم، فاتني أن أحيي ضيفيك الكريمين حقيقة وأتفق مع ما تفضلوا به. التزوير نعم نحن نخشى من وجود حالات، تعرف في المرات السابقة في كل انتخابات كان هناك تزوير بنسبة كبيرة، والدكتور أياد علاوي زعيم القائمة قالها بصراحة أنه سيقبل بنسبة تزوير 65%، أي ثلثين الأصوات تكون صحيحة. نحن بالتأكيد نطمح إلى أكثر من هذا. هناك يعني علامات استفهام وأنا تحدثت عنها سابقا، مثلا لماذا تم شراء الأجهزة من قبل يعني شو يسموه تاجر وليس من المصنع الأصلي في كوريا مثلا على سبيل المثال بدون مناقصة، لماذا اختاروا هذا القمر الصناعي بدون مناقصة؟ ما هذه كلها يعني فيها علامات استفهام، لا سيما نعرف أن الحرب الإلكترونية اليوم موجودة بقوة ونحن كعراقيين يعني ربما غير قادرين عليها. هناك دول بالمنطقة، إسرائيل على سبيل المثال نخشى من تدخلها، ودول أخرى في المنطقة، أقول إسرائيل لأنها متقدمة جدا من ناحية هذه التقنيات. فلا نريد يعني نريد انتخابات تكون نزيهة بالكامل، وحقيقة كلما زادت نزاهة الانتخابات كلما شعر المواطن أن صوته له قيمة، أما لما يصوت ويتحول صوته إلى شخص آخر طبعا يفقد المواطن ثقته بالعملية الديمقراطية. ولكن هناك إشكالية حاليا ليست يعني أمامنا سوى العملية الديمقراطية، يعني ليس هناك خيار بالتغيير. نعم عفوا عن يعني المقاطعة، ذكركم لعمليات التزوير راح تخلي المواطن يحبط وما يروح يصوت، يعني التزوير لا يعني التزوير راح يكون إذا حصل راح يكون نسبي. لا بس احنا يعني احنا حذرين، نحن لا نقول التزوير بالكامل راح يصير، لا هذا، لكن نحن حذرين من كل اي محاولة للتزوير حقيقة. هذا العدوى الفرز الإلكتروني سيقطع على المزورين الكثير من الجهد وال يعني من مما كان يحدث بالسابق، لأن يعني كما أطلعتنا مفوضية الانتخابات من الصعب جدا أن يكون هناك تزوير، لهذا توجه البعض إلى الخارج ليحصلوا على أصوات، لأن ما زال العدوى الفرز هناك يدوي. وكذلك سمعنا أن في مخيمات النازحين ممكن أن يكون مثل هكذا تزوير، نطمح أنه ما يكون هناك تزوير لا في مخيمات النازحين ولا في تصويت الخارج ولا في أي مكان، لكي تعاد الثقة بالعملية الديمقراطية. يعني ليس هناك، هذا ما أردت أقوله، ليس هناك خيار بالتغيير وبالانتشال العراق من أزمته سوى بالانتخابات. من يقاطع يعني حقيقة ما يخسر حقه فقط، لكن هو ظلم بحقه وبحق البلد ككل. نعم دكتور منقذ، يعني عائلة أو إنسان نازح يعني ويقولوا له يعني يشارك بالعملية الديمقراطية وطلع بطاقة من الأمور، يعني هو هم إيش راح يأكل وشنو راح يدفع الإيجار؟ طيب هل هو يكفر بالعملية الديمقراطية من هذا واجب عليه يعني مضاعف أنه يشترك بالعملية الانتخابية للتغيير حتى يغير من حاله؟ قبل أن أجيب على السؤال، لأن إشارة ذكية التقطتها حضرتك عندما تقول إنه الحديث عن التزوير الآن في هذه المرحلة بالذات قد يحبط الناخبين، وأنا أرجو من كل المرشحين وكل الكتل السياسية كشخص خبير في مجال السلوك الانتخابي أن لا يستخدموا نهائياً، يبتعدوا حتى ولو كانوا متأكدين أن هذا سيحصل، أن لا يستخدموا رسائل توحي إلى الناخبين أن التزوير قد يحصل.
من كنا طلاب بكلية الأركان، شعار كلية الأركان اعقل وتوكل. الآن لازم بالنسبة للمرشحين أن يعقلون، أن يعقلوا الناقة، ثم بعدين ورا ما تخلص الانتخابات خلي يحشون عن التزوير. نعم. الآن يركزون على موضوع هذا واحد. نرجع على موضوع النازحين. بخصوص النازحين، صحيح اللي ذكرته أنه نعم النازح مشغول بيومه، بهم يومه، بقوت عياله، كيف يحسن من أوضاعه، كيف يرجع، لكنه بنفس الوقت، وهذا نتيجة دراسات أجريناها، رحنا إلى مخيمات النازحين وأجرينا استطلاعات هناك وأجرينا مجموعة من البحوث النوعية والكمية، وواضح أنه ليس كل الناخبين عازفين عن هذا. هناك مجموعة وهناك نسبة لا بأس بها، بل نسبة جيدة من الناخبين، العفو، من النازحين، من يريدون أن يصوتوا. هسه ضمان أنه صوتهم سيحافظ عليه أم لم أو لا يحافظ عليه نتيجة التزوير، هذه مسألة أخرى، لكن هم عندهم رغبة لسبب بسيط، أنه هم لا يريدون تكرار ما حصل لهم مرة أخرى، وعرفوا أنه ما هي مضار عدم الاندماج بالعملية السياسية، مثل ما أكدت لك قبل شوية. وأعتقد الآن أصبحت قناعة، وقبل شوية ذكرتها الست ميسون أيضا، أصبحت قناعة عند الكل أنه عملية التغيير في العراق لن تحصل إلا من داخل النظام السياسي. لا أكو احتلال يحتلنا، ولا أكو جيش يسوي انقلاب، ولا أكو أي وسيلة أخرى. فلذلك أعتقد هم هناك أيضا يعرفون هذه الحقيقة، وستكون هناك نسب لا بأس بها من النازحين ممن يصوتوا أو يدلوا بآرائهم هذه المرة. دكتور غازي، حتى نوصل رسالة للمواطن العراقي، يعني هناك ناس يعني حاصلين على شهادات عليا، ما انتخب، يعني أنا ما أكون يعني شاهد زور لهؤلاء، هل تتصور هذا ذكاء أم قلة يعني رؤية أم يأس؟ أكيد هناك مجموعة من العوامل والأسباب. يعني أولا من ناحية الدستور يجيز للمواطن العراقي أن ينتخب أو لا ينتخب، لا يوجد إكراه في مسألة أن أذهب إلى صندوق الانتخابات. عدم الذهاب أصلا للصندوق أيضا أو الذهاب هو تعبير عن رأي يعني أو تعبير عن موقف. الحقيقة هذا الموقف السلبي إذا جاز التعبير تتحمل مسؤولية الحكومات المتعاقبة اللي أنتجت مثل ما تحدثنا في بداية هذا اللقاء الكثير من الكوارث الاقتصادية الاجتماعية، البطالة إلى آخره. هناك نوع من اليأس، هناك نوع من الاشمئزاز من ما حصل من سياسات اتجهت باتجاه تكريس التخلف في التعليم، في الصحة، في الخدمات، في البنية التحتية إلى آخره إلى آخره. يعني ما أريد نعيد كل هذه التفاصيل. على هذا الأساس هناك عزوف. كنا نشوف بالريبورتاجات الناس اللي تطلع، بسطاء يمكن على بسطة يبيع بعربانة، لكن كان عنده موقف، لأن هذه الطبقة السياسية هي نفسها اللي اعترفت أو تعترف يوميا بالفساد المالي والفساد الإداري وإلى آخره، هي نفسها اللي تقود، وهي نفسها اليوم تقود العملية الانتخابية. إذا نوع من الاحتجاج السلمي، نوع من التعبير عن الرأي ضد هذه الطبقة السياسية وليس ضد الديمقراطية والتطور والتقدم إلى آخره، هذا جانب. الجانب الثاني، يمكن أنا أختلف مع صديقي الدكتور منقذ حول مسألة الإشارة للفساد، وأتفق تماما مع الست ميسون اللي أشارت له بالتفاصيل المهمة اللي تتعلق بتكنولوجيا أو طبيعة تقنية هذا الجهاز والمشاكل الكبيرة اللي ممكن يخلقها أثناء العملية الانتخابية. أتفق معها أنه هناك احتمالات للتزوير، والتزوير حصل بالانتخابات الماضية مثل ما قلت 2006 2010 2014. اليوم نحن عندما ننبه إلى هذه المسألة من أجل أن الأجهزة الأمنية، المؤسسات المعنية الرقابية، المنظمات الدولية تمارس عمل رقابي حقيقي، ما راح يكون له وزن إلا في إثبات، وهذا الإثبات تقدمه للمفوضية يطلع، أما الباقي فراح يكون كلام ولا يهتم. خليني أرجع لست ميسون
ست ميسون. بس قبل لا ترجع ست ميسون، أنا بس للطرفة أكو على السؤال اللي سألته الدكتور غازي. إخواننا المصريين عندهم قفشات لطيفة يسمون الناس اللي ما يروحون ينتخبون ويقعدون ببيوتهم وينتقدون وبالتلفزيون ويسبون، يسبوهم حزب الكنبة، حزب القنفة. هذول اللي قاعدين على القنفات وبس ينتقدون وما يريدون يشاركوا بالعملية الانتهاء. أرجو أنه إحنا حزب القنفة ما يكون عندنا كبير بالعراق، رغم أن الأرقام أيضا خلي تستقر مبشرة. الدولة وخلي يرجعون للقنفة. بس الآن يعني خلينا سام ست ميسون قدم الوجي، يعني مثل ما ذكر الأساتذة، أريد نستفيد من حضراتكم، أكيد يعني عندكم غرف عمليات والآن يعني تراقبون، هل وجدتم حماسة من قبل العراقيين للمشاركة في الانتخابات؟ حقيقة كلما يعني قبل شهرين كان أسوأ من قبل شهر، قبل شهر أسوأ من قبل أسبوع. كلما تقدم الانتخابات كلما نجد حماسة ورغبة بالمشاركة بالانتخابات. أعتقد ما أعتقد أن ما حدث يعني ما كان استطلاعات الرأي قبل عدة أشهر تختلف عما عليه الحال اليوم، وأنا متفائلة بأعداد من سيخرج يوم السبت القادم إن شاء الله في بغداد، في العراق يعني ككل. أعتقد يعني تعرف الأجواء والبرامج التلفزيونية والاهتمام وإلى آخره يجعل المواطن أكثر اهتماما بالانتخابات والمشاركة بها مما كان عليه بالسابق. طبعا المواطن يعني أحبط من قبل يعني ليس فقط الجهات التنفيذية، أيضا من قبل ما حدث في عام 2010 كان إحباط كبير وتقريبا صار طلاق بين المواطن وبين العملية السياسية حينما صوت لائتلاف معين، والنتيجة كانت أن المحكمة الاتحادية فسرت الكتلة الأكبر بشيء يختلف كليا عما متعارف عليه. نعم. فصار هناك إحباط من هذه العملية السياسية ككل، ومن إمكانية التغيير ومن إمكانية الإصلاح. الإصلاح لا يعني انتخاب نفس الوجوه بالضرورة، قد يعني استبدال الوجوه. في كل انتخابات العالم في الدول المتمرسة بالديمقراطية مرة ينتخبون هذا الحزب ومرة يذهب الناخب إلى الحزب الآخر حسب البرامج، الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الاجتماعية وغيرها. فلا بأس أن نمارس ديمقراطية، أن هذا الطرف ينزل الآن ويصعد مكان طرف آخر، وربما يعني ويكون تداول سلمي للسلطة. علينا أن نمر بهذه يعني حقيقة. ربما ما سمعناه يوم أمس من بعض القيادات بنشوب حرب أهلية وغيرها، يعني مثل هذا الخطاب يثير الناخب العراقي، يعني يزيد استياءه من العملية السياسية. طيب ست ميسون، يعني صرفت نعم هو يعني صرفت المليارات والعملية وكان عنوانها العملية الديمقراطية. هل العملية الديمقراطية ما بعد 2003 هل يعني كانت يعني قصرت في عملية تثقيف المواطن بالعملية الديمقراطية، أم أنها لا يعني هو المواطن يعني العملية الديمقراطية مو إحنا اختزلنا العملية الديمقراطية على فقط انتخابات يوم الانتخابات، والحال هي منظومة حقيقة متكاملة. أن يتحول جزء من البرلمان إلى معارضة معارضة محترمة ولها حقوق وهو مواطن كامل، إحنا بس تصير معارضة تخون وتصير داعشي وتصير وإلى آخره أنواع التهم تكال عليك إذا كنت في معارضة مجلس النواب. نحتاج إلى قضاء حقيقي، نحتاج إلى احترام الآخر. هي قضية نمو، يعني حتى في الدول الغربية يعني الأوروبية اللي هي أكثر ديمقراطية حتى ربما من الأمريكا، الديمقراطية استغرقت مرحلة من الزمن للتطور والنمو. يعني إحنا اليوم في مخاض في صراع وعلينا أن نحارب من أجل مبادئ. ست ميسون، ما إحنا دفعنا أن تكون ديمقراطية مو إحنا اللي جبناها، يعني جتنا مسلفنا، ويفترض أن تكون تجي كاملة. هسه جاءت له العالم كله
متوجه نحو الديمقراطية. الدكتاتوريات أصبحت معدودة في العالم، يعني ليس كما كان قبل 30 و40 و50 عام دكتاتوريات عسكرية تحكم الشعوب. العالم كله متوجه بهذا الاتجاه، العراق ينبغي أن لا يكون استثناء، بل بالعكس يعني قطع شوطا كبيرا. العراقي اليوم في 2018 هو نفس العراقي وتوجهات الانتخابية في عام 2006. ليست هناك مقدسات، إذا تسمح لي، مقدسات سياسية مثل ما كانت موجودة، أو تابوهات خلي أسميها تابوهات سياسية اليوم غير موجودة مثل ما كانت عام 2005 و2006. نعم. علينا أن ندرك أن هناك يعني تغيير يحدث، وهذا تغيير مهم جدا، لكن نحتاج إلى مثابرة وإلى صبر وإلى إصرار وإلى يعني تحدي، ولا نجلس في بيوتنا ونقولها كلها مرسومة بالخارج ونحن يعني ما لنا شغل بها، هذا غير صحيح. نعم هناك إرادات خارجية، بدون أي شك هناك إرادات خارجية، لكن ينبغي علينا وواجبنا أن نبلور إرادة داخلية بقوة المواطن العراقي. كيف نبلور الإرادة الداخلية؟ نعم. إذا المواطن العراقي لا ينطي صوته ولا ينطي من نفسه فيها في الانتخابات. نعم. هذه والتي تليها والتي تليها. نعم. أذهب إلى دكتور منقذ. دكتور منقذ، أثناء حديثنا تحدثنا من أن الوضع تغير، هناك صفحة جديدة، خصوصا العراق سيكون ربما أول المتأثرين بهذه الصفحة. طبيعة رئيس الوزراء القادم، يعني هل سيكون من ضمن الأحزاب القديمة على أن يعني يتم يعني بلورته أمريكيا، أم أنه سيأتي شخص غير متوقع الكل يفاجأ به؟ أنا يعني ما عندي حدث من سيكون، وطبعا احنا توقع احنا بالعراق متعودين قبل كل انتخابات تطرح مجموعة كبيرة من الأسماء، قسم هي تطرح نفسها بالسوشيال ميديا، قسم يروج لهم على أنهم هم ذولي رؤساء الوزراء. وصلنا حتى بعض ذولي الفتاحات فال ينطون أسماء للشاسمة. بس أعتقد بشكل عام هذه المرة مثل المرات السابقة، أولا هو يجب أن يكون من الكتلة الفائزة بالتأكيد، وأعتقد الآن أصبح تفسير الكتلة الفائزة واضح، مو مثل ما كان ولعبوا بيها بالألفين وعشرة وصار، الآن أصبح واضح مو مثل ما كان سابقا. ما هو توزيع الأصوات راح يكون على مجموعة كتل. صحيح صحيح، لكن ستكون هناك عربة قطار تسحب البقية. نعم. بمعنى ستكون هناك كتلة أعلى و اكو اكثر من سيناريو، لكن المتوقع انه شخص رئيس الوزراء العراقي ستكون يجب يعني بالاضافه الى التوافقات المحليه مثل ما معروف، هناك توافقات دوليه لازم تكون عليها اقليميه ودوليه. اللاعبين الاقليمي والدولي ايران وامريكا واضح انهم يريدون شخص هذه المرة، حتى الإيرانيين. نعم. لا يرتبط يعني ليس من صقورهم، لأنه يعرفون تماما المرحلة القادمة تحتاج إلى شخص يسهل علاقتهم مع أمريكا، وبنفس الوقت أمريكا تريد شخص غير منبطح أمام إيران أيضا، فهذه متفقين. يبقى الداخل العراقي، الداخل العراقي سيعتمد بالدرجة الأساسية على نتائج الانتخابات، ما تفرز نتائج الانتخابات، وأعتقد لحد الآن نتائج الاستطلاعات رغم إشارة ست ميسون الصحيحة أنها قد تكون تغيرت، لكن بالمجمل العام لا زال الاتجاه العام على الأقل الأرقام اللي عندي، الاتجاه العام هو نفس الاتجاه السابق، لا أريد أن أقول من وما علاقة، بس هناك ستكون كتلة لديها الحظوة الأكبر وستمارس دور عربة العفو ماكنة القطار التي تقود. احنا ما عندنا مشكلة يعني ويا الأشخاص، يعني حتى لو أعيد تدويرهم كما يعني العراقيين يعني ما عندنا مشكلة، يعني احنا عندنا مشكلة في النهج. دكتور غازي، طبيعة رئيس الوزراء القادم، يعني هناك من يسوق من أنه يعني العبادي سيحصل على دورة
ثانية وهو صديق لأمريكا ومتعاون مع إيران، وهناك يقول أنه هناك مرحلة جديدة، حزب دعوة أو حزب الفلاني يجب أن يأتي هناك شخص يحظى بقبول الجميع ويتفق عليه الجميع، وأيضا يكون لديه حنكة سياسية وليس هناك تاريخ يزعج. نعم، يعني أكثر التقديرات تشير أنه النتائج القادمة لن تكون كسابقاتها. يعني في السابق شفنا هناك كتلة كبيرة أو كتلتين كبيرة، والكتلة الأكبر تشكل أو تأسس الوزارة. اليوم إحنا أمام تشظي بين الأحزاب، بين الكتل، بين الأحزاب الكردية، الأحزاب الشيعية، الأحزاب السنية وهكذا. على هذا الأساس يبني أو تبني مراكز الاستقصاء للرأي أو للتحليل رأيه وفق الآتي، أنه لن تكون هناك كتل كبيرة فائزة، أكثر الأصوات ستكون 30 مقعد على سبيل المثال وانت نازل، يعني صغار صغار، وبالتالي يجب أن تحصل توافقات وصفقات بعد الانتخابات، ولح ننتظر كيف لح تظهر هذه التوافقات والصفقات والتسويات من أجل الاتفاق على رئيس وزراء قادم. اللي همنا كأكاديميين كعراقيين أن نذهب إلى تأسيس وزارة فعلا مدنية تكنوقراط عدام المحاصصة. ست ميسون تريد تغادرنا فأريد نقول لها جيد. يعني كلمة ست ميسون، يعني كلمة أخيرة، ويعني ورقم ست ميسون رقم 4 وفي ائتلاف الوطنية، تفضلي ست ميسون. شكرا جزيلا. حقيقة أتمنى الموفقية للجميع، أتمنى أن يخرج العراق من هذه السنوات العجافة التي مرت عليه. الحمد لله اليوم أهم ما يميز هذه الانتخابات ربما توجه الشد الطائفي لم يعد كما كان بالسابق، الشد القومي لم يعد كما كان بالسابق، اختلطت الدماء في محاربة الإرهاب، ونتمنى الموفقية لعراقنا الحبيب. نحن نخدم هذا الوطن ووحدته، وإن شاء الله الموفقية لمن يستحقها يا رب. وشكرا جزيلا لاستضافتي في هذه الساعات الأخيرة من قبل الصمت الانتخابي. شكرا لست ميسون الدملوجي، مرشحة عن بغداد عن ائتلاف الوطنية رقم 4. شكرا جزيلا لك. أعود دكتور غازي لتكمل ما تحت. فإذا احنا ننتظر كرأي عام كمجتمع أن يظهر رئيس وزراء عقلاني يؤمن بالدولة المدنية، بالدستور، بالديمقراطية، بحقوق الإنسان. أيضا أحب أشير إلى مسألة جدا مهمة، الديمقراطية هي ليست حصرا الذهاب إلى صندوق الانتخابات، الديمقراطية هي التوزيع العادل للموارد والثروات، الديمقراطية هي ديمقراطية اجتماعية، هي ديمقراطية سياسية، هي ديمقراطية بمعنى حق الإنسان في التعبير عن رأيه، حق الإنسان في الحياة. الديمقراطية أن ما نكون في مجتمع نحتاج به إلى 2.5 مليون وحدة سكنية، الديمقراطية أن ما نكون في مجتمع عندنا 3.3 مليون إنسان يعيش في مدن عشوائية، الديمقراطية عندما يكون هناك تعليم متطور، عندما يكون هناك ضمان صحي، عندما يكون هناك بنية تحتية وهكذا. فالديمقراطية هي نمط للحياة، وهي ليست فقط حرية التعبير عن الرأي في الصحافة على سبيل المثال، وهذا شيء جميل ومهم، أو الذهاب إلى صندوق الانتخابات. فأعتقد مسألة الديمقراطية والثقافة الديمقراطية هي الذهاب إلى دولة المؤسسات، دولة الفصل بين السلطات، دولة الفصل بين الديني والسياسي. فإذا استطاعت هذه العملية الانتخابية إنتاج رئيس وزراء بهذه المواصفات يقدم لنا استراتيجية شاملة في مجال الصناعة، الزراعة، الري، التعليم، طيب الصحة، جبنا رئيس وزراء، خليني أسأل الدكتور ممكن. نحتاج إلى استراتيجية حقيقية لبناء عراق مزدهر. أذكر العراق واحد من بين 10 دول بالعالم الأغنى على صعيد الموارد، لكنه اليوم بفعل هذه السياسات الفاشلة أصبح واحد من بين 10 دول الأفقر والأكثر جريمة والأكثر انتشارا للفساد وهكذا. إذا نحن نحتاج إلى تغيير في السياسات، تغيير في البرامج، في المناهج، في الاستراتيجيات، وليس فقط بالأشخاص. إذا بدون إحداث هذا التغيير الجوهري في الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والأمنية، لن نكون إلا أمام إعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية. دكتور منقذ، أنا مثلا يعني
نفترض جبنا رئيس وزراء بكل مواصفات العالم، وعدنا في البرلمان أيضا 200 يعني نائب لديهم توجهات وطنية، ما هناك إشكالية بنيوية في بنية الدولة ما بعد 2003؟ يعني إحنا راح نجيب رئيس وزراء بس ما راح نجيب الخليفة الذي له الحق المطلق. يعني إذا أنت جبنا رئيس الوزراء وقاعد بمجلس الوزراء اللي جوا كلهم تابعين للحزب الفلاني والجهة الفلانية، منو راح ينفذ له؟ هو هذه إشكالية حقيقية، بس هي ما ترتبط بشكل النظام السياسي. يعني أنت بالمناسبة بالدستور العراقي ما يذكر لك أنه كل وزير لازم تجيبه تابع والوزير تابع إلى رئيس كتلته وإلى آخره، ما موجود هذا الشيء. العملية ترتبط بشخص رئيس مجلس الوزراء. يعني شوف، إحنا في هذه الدول المؤسساتية لا زالت لدينا تحبو، والشخصانية في القيادة هي التي تطغى، بمعنى وجود رئيس مجلس وزراء قادر على أن يعمل مع الفريق الوزاري بروح الفريق وبعقلية تضع خطط استراتيجية للمرحلة المقبلة وتتابع تنفيذها، ممكن كثير من الأشياء يتجاوزها. احنا شفنا بالعراق عندنا حتى جرى تجاوز القانون، جرى تجاوز الدستور وما حد حكى. الموضوع كله يرتبط برئاسة مجلس الوزراء، وما يقال وما يراد الترويج له من قبل البعض انه المشكلة والله هي بانه الاحزاب كل حزب عنده وزير، وكل من يريدون هؤلاء الاشخاص من كانوا في مجلس او في رئاسة مجلس الوزراء، لما يريد يطلع نائب رئيس وزراء ويحاصره في بيته يسويها، ما يهتم لا الحزبة ولا إلى آخره. لما يخطئون عنده وزراء وفاسدين يقول ها والله ما أدري، ما كنت أدري، ما 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 القصة ما مرتبطة. لكن لما تقيم المرحلة اللي هو بيها يقول لك والله مو أنا، مو كنت الحالي، كنت وياي مجموعة من الآخرين اللي هم يتخذون القرارات. لا، بالعراق عندنا الموضوع كله أو في غالبيته يرتبط بمن سيكون رئيس مجلس الوزراء. لذلك احنا محتاجين قوانين ما تنطي القدسية لشخص يتصرف بهذا في نصف دقيقة لو سمحت لنا. نعم، يعني مثل ما أشار دكتور منقذ والحوار اللي تواصل، فعلا احنا نحتاج الى فوز المدنيين. يعني قد لا يستطيعون المدنيين او الحركات المدنية ان تفوز بأغلبية واسعة، لكن على الاقل نحتاج ان تفوز بدور حقيقي على إعادة في مجال إعادة صياغة او بناء الدولة والنظام السياسي. لأن إذا لم تفز هذه الحركات أو التيارات المدنية، معنى ذلك أن التطرف سيستمر، والأحزاب التي تشكل امتدادات الاستراتيجية الإيرانية في العراق ومنطقة الشرق الأوسط ستبقى تشكل التهديد الخطير لثقافة الديمقراطية ولثقافة التطور والتقدم بالعراق، والاستمرار هذه الطبقة السياسية اللي قادت العراق إلى هذه الكوارث المخيفة اليوم اللي يعيشها البلد. إذن احنا بحاجة فعلا إلى تغيير الثقافة وتغيير السياسات وتغيير الطبقة السياسية وتغيير المناهج والاستراتيجيات من أجل إعادة بناء العراق، عراق اللي هو وطن للجميع، دولة المواطن، دولة الدستور، دولة الحقوق، دولة العدالة إلى آخره. دكتور، حضرتك يعني أيضا لديك تعاون مع منظمة جلوبال لاستطلاعات الرأي ومنظمة عالمية، ولديك خبر بهالأمور، يعني من تتوقع أنه سيكون رئيس وزراء؟ وأي قائمة ربما ستكون كما ذكرت يعني هي التي تسحب القطار أو رأس القطار؟ الأرقام اللي موجودة لحد الآن تشير إلى تقدم السيد رئيس الوزراء الحالي قائمته، وتشير إلى أنه ستكون لديه فرصة كبيرة في أنه يعيد رئاسة الوزراء مرة أخرى. لكن كل شيء يعتمد على مسألتين. المسألة الأولى شقد عدد الناخبين الذين سيذهبون ويصوتون،
وكل ما قلت كل ما قل عدد الناخبين ستكون الفرص أقل. اثنين، على قدرة رئيس الوزراء على التفاوض والمناورة فيما بعد عملية الانتخابات، لأن ستكون هناك عمليات مفاوضات ومناورات شاقة تحتاج إلى حنكة سياسية لكي يكون رئيس وزراء. شكرا دكتور منقذ داغر، رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث، شكرا جزيلا لك. وأيضا شكرا للدكتور غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية والتنمية السياسية، شكرا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.